سعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في العراق، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للعراق خلال الساعات القادمة، حيث وخلال الساعات القادمة تحديدا خلال ساعات مساء يوم الجمعة تبدأ البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تطل على إثر زخات من الأمطار في عموم المناطق، وأيضا تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. تفاصيل هذه الحالة الجوية نستعرضها بالخريطة التالية، عبارة عن خريطة لتوزيع الأنظمة الجوية وأيضا توزيع نطاقات الأمطار وغزارتها في مختلف مناطق البلاد، حيث اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة بحول الله يتمركز منخفض جوي فوق منطقة بلاد الشام تسبقه أو تكون خلفه كتلة هوائية باردة تعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي في عموم المنطقة الغربية والشمالية الغربية من العراق، تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات مساء يوم الجمعة وخلال ليل الجمعة على السبت بحول الله. أثناء تأثير فترة هذه الحالة أي حالة عدم الاستقرار الجوي ستهب رياح غربية نشطت السرعة غربية إلى جنوبية غربية نشطت السرعة تعمل على حدوث موجات غبارية في عموم المنطقة الغربية الجنوبية وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى تشمل العاصمة العراقية بغداد بحول الله. اعتبارا من يوم السبت يتحرك المنخفض الجوي شرقا باتجاه وسط العراق، تشتد على إثر أيضا الرياح الشمالية الغربية مجددا يوم السبت تعمل على نشوء أيضا استمرار نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، استمرار فرص هطول زخات الأمطار في عموم المنطقة الشمالية الغربية أجزاء من المنطقة الجنوبية تمتد إلى العاصمة العراقية بغداد أيضا أجزاء من المنطقة الجنوبية خلال ساعات ظهر وعصر يوم السبت بحول الله. أيضا يوم السبت تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار التي تعمل على التدني في مدى الرؤية الأفقية في عموم المنطقة الغربية الوسطى والجنوبية من العراق، أيضا تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات يوم السبت بحول الله مقارنة بما ستسجله المختلف مناطق العراق يوم الجمعة بحول الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.